تابعنا يوم أمس ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي بأشخاص نشروا لصور تتعلق بمخالفات سير بالحزام وأيضا استعمال الهاتف النقال وتحديدا حزام الأمان. فهل تم تفعيل الكاميرات الذكية في شوارع العاصمة عمان فيما يتعلق برصد مخالفات حزام الأمان؟ يعني لحتى نعرف أكثر عن هذا الموضوع بدنا ينضم إلنا عبر الهاتف الأستاذ ناصر الرحامنة الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان. صباح الخير أستاذ ناصر. صباح النور. يا هلا. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ ناصر. يعني بداية بدنا نتأكد من صحة الفيديوهات اللي تابعناها على منصات التواصل الاجتماعي تتعلق بالكاميرات الذكية اللي بتسجل مخالفات يعني وترصد المخالفات المتعلقة بحزام الأمان والهواتف. صباح الخير مرة ثانية للمستمعين والمشاهدين الكرام وإلكم. يمكن احنا حكينا في هذا الموضوع كثير. نعم. ولازلنا نحكي فيه. للآن ما في كاميرات بتخالف حزام الأمان أو إلا السرعة في هذه الأوقات. أمانة عمان للآن جهزت تقريبا العطاء، يعني أعتقد أنه في السنة القادمة ب2025 بشهر 5 ممكن يتم التركيب لهذه الكاميرات في إقليم الوسط، يعني بداية بالمرحلة الأولى اللي هو في بسمان والمنطقة المدينة واليرموك وبدر نزال وزهران والعدلي. نعم. هذا الكلام يعني ما صار للآن، لكن يمكن تعرف اللي بيخالف هو الأمن العام، نشام الأمن العام. صحيح. إدارة السير. هاي يمكن الأخوان الموجودين رجال السير يعني رقباء السير اللي بيخالفوا هاي المخالفات حاليا. أما كاميرات ما في كاميرات، لكن تابعنا صور نشروها يعني بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي لكاميرات يعني مرتفعة بتأخذ صورة لشخص مش يعني مش لابس حزام الأمان، هل هذا صحيح؟ والله مو صحيح. لا أبدا للآن، يعني للآن أمانة عمان يعني بحكي لك بشهر 5 نعم إن شاء الله يتم التركيب شهر 5 نعم. القادم يعني نعم. 2025 نعم. وهل هذا دكتور سيشمل كل مناطق العاصمة؟ لا طبعا، المرحلة الأولى حكيتها اللي هي أقليم الوسط في العاصمة، في داخل حدود أمانة عمان اللي هي نعيدها بسمان نعم. منطقة بسمان، منطقة المدينة، اليرموك، بدر نزال وزهران والعبدلي. ولكن ما يتم تداوله غير صحيح دكتور. صحيح نعم، هو طيب. غير صحيح. أنا بدي أستغل وجودك معنا دكتور ناصر، بدي يعني لو هيك سريعا خططكم للشتاء المقبل، يعني صحيح بدري شوي ولكن يعني وجودك معنا بدنا نستغله ونعرف اليوم عن خطط أمانة عمان لاستقبالكم لفصل الشتاء. أشكرك، يعني دائما وأبدا إحنا بنقول الحمد لله على هاي النعمة اللي إحنا فعلا بحاجتها في بلدنا. نعم. في مملكتنا استعداداتنا أكيد يعني تم إضافة أو عبارات جديدة بمختلف أنواعها، شبكة تصريف مياه الأمطار يتم التعامل معها وتنظيفها بشكل دوري، يعني ما بنترك إشي للصدفة. إذا لاحظتوا العام الماضي واللي قبله يعني الأمور واللي صحيح. قبله كانت الأمور جيدة جدا ويعني بشكل كبير جدا. نعم. الحمد لله. كمان هاي السنة تم إضافة بعض العبارات بمختلف الأحجام. أيضا الشبكة ما زلنا بشكل يعني تقريبا يومي دوري إحنا بنعمل على شبكة تصريف مياه الأمطار حتى لا نتفاجأ بأي موسم، يمكن بالشهر القادم إن شاء الله بيكون في هناك أمطار خير على بلدنا أو بالأيام هاي. تعرف هذا الطقس يعني له تنبؤات وله أحواله، لكن إحنا علينا أن نكون على استعداد تام في هذا الموضوع بالنسبة لشبكة تصريف مياه الأمطار. نعم. وللعبارات الصندوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. نعم. الحمد لله كل الأمور يعني جاهزة، شبابنا الله يعطيهم العافية في مختلف الدوائر والمناطق يعني بيعملوا على هذا الموضوع بشكل نعم. دوري طوال العام. يعني راح نتابع معك في قادم الأيام دكتور حول هذا الموضوع. بدي أشكرك كل الشكر دكتور ناصر الرحامنة ناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى، شكرا لك على هذا التوضيح وهذه المداخلة.